قلنا الخبر بتاع الراجل اللي رمى مراته من الدور الثالث. قلنا ان هو موضوع له علاقه شويه بموضوع حلقتنا النهارده. عشان كده احنا معانا النهارده دكتور عمرو حسن, هيكون موجود معانا حالا. هنبدا نتكلم مع بعض في موضوع حلقتنا النهارده. طبعا هو المسؤول عن تنظيم اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه, اللي هو ان شاء الله هيكون يوم الثلاثاء. وكمان هو مؤسس حمله انتي الاهم, ولانها هي الاهم فلازم نعرف يا دكتور ليه اترمت من الشباك, لانها اختلفت مع وجهه النظر. ايه الاهميه في كده؟ مساء الفل الاول. مساء الفل. ايه الاخبار؟ ازيكم؟ انا مبسوط طبعا اني موجود معاكم النهارده. اشكرك, نورتنا. يمكن الحاسه دي غريبه, بس هي ماشيه في اطار ان الراجل ممكن ما يبقاش عارف قيمه المراه. ممكن ده نوع من انواع العنف. يعني احنا قلنا يوم الثلاث 25 نوفمبر ده اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه. الامم المتحده قررته عشان نواجه كل انواع التمييز, كل انواع العنف اللي الست تتعرض له. بس اكيد ان هو رماها طبعا من العماره, ده اشرس انواع العنف. يعني هم لما كانوا بيتكلموا على العنف ضد المراه ما كانش قصدهم ان اكيد الراجل يرمي مراته من العماره. كان قصدهم ممكن يبقى الختان, ممكن يبقى التمييز, ممكن يبقى التحرش, ممكن يبقى الاجبار على الزواج المبكر. اما توصل ان واحد يرمي مراته من العماره, فهي احنا هنا كده عندنا مشكله. مشكلتك ان انت الراجل ده غالبا ما كانش ليه ام عرفت ان هي تعلمه, تفهمه قيمة الست, ازاي يحترمها, ازاي ان في حاجة اسمها ثقافة حوار. خلاص مش طايق مراتك طلقها, اما مش لازم ترميها بالبلكونة. يعني افهم من كلام حضرتك ان ممكن يكون المسؤول عن العنف ضد المرأة هي مرأة تانية معرفتش تربي ابنها بحتة. هي الاساس, هي كل المشاكل اللي مسؤول عنها هنا المرأة. هي الست, لو انت في راجل مش عاجبك سلوكه, في راجل بيتحرش, في راجل قاعد بيعاكس, اعرف ان الراجل ده كان ليه ام, بس الام دي هي اللي معرفتش تغرس جواه القيم الصح. الام دي هي اللي علمته التمييز, هي اللي فرقت بينه وبين اخته, هي اللي خلته يضرب اخته, فهي فهمته ان هي لما يضرب اخته هي دي الرجوله. فهو طلع لما كبر ان هو لما يضرب ست هي دي تبقى الرجوله. ما فهمتوش ان لا, ان مفيش فرق بين الراجل والست. فهي الام معرفتش تغرس القيم الصح. ممكن طبعا اكيد الاب يبقى عليه دور. يعني انا دايما بقول احنا الاب اكيد اللي هيضرب مراته قدام عياله, عياله الولد لما هيكبر هو هيعمل كده زي ابوه. او ان الاب اللي هيبقى كل دوره في البيت بس ان هو يصرف على البيت ومش بيراقب شؤون ولاده او تربيتهم, الولد ده ممكن يعمل اي حاجه بعد كده لما يكبر. فجزء من المسؤوليه على الام ان هي تركز مع الابن وان هي ما تعملش اي نوع من التمييز بين الولد والبنت, وجزء على الاب ان هو يشارك مشاركه حقيقيه في التربيه, دوره مش فلوس بس. طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع نكمل مع دكتور عمرو حسن, مؤسس حمله انتي الاهم ومنظم اليوم العالمي ضد العنف. استوديو نغم على نغم اف ام. استوديو نغم. طيب احنا لسه مكملين حلقتنا في استوديو نغم مع دكتور عمرو حسن, مؤسس حمله انتي الاهم ومنظم اليوم العالمي ضد العنف في ساقية الصال. وهنقول الاول للمستمعين ان زي ما بنتكلم على العنف للمراه, عندنا سؤال مهم قوي. انت شايف ان في عنف بيتمارس ضد المراه بالفعل في مصر, ولا ده ظاهري والراجل هو المقهور في الحقيقه؟ يمكن السؤال غريب شويه بس مهم ان احنا نساله. كمان احنا عايزين نردكوا على السؤال ده في الاس ام اس على 105.3 او تليفونين على 38-35-316. بس خلوني ارجع لدكتور عمرو. ارحب بيك تاني يا دكتور عمرو. اهلا بيك. عايزه بقى اسالك سؤال من ضمن الكلام اللي حضرتك قلته. بتقول ان العنف, ان الجمعيه العامه او الجمعيه العامه للامم المتحده لما عملت الحدث ده كانت تقصد انواع معينه من انماط معينه من العنف, زي ختان, زي اشياء تانية كتيره ملهاش علاقه بالعنف المجتمعي. ده معناه اللي هو تحديدا انت حددته بان يبقى نتخانق فنقتل بعض, او نقتل اتخانقتل زوجتي, او مثلا نجوز البنات في سن صغير. ده معناه ان الشرق الاوسط صدر نوع جديد من العنف للمراه؟ هو انت كل شويه بيظهر لك انواع عنف جديده. يعني هو انت التحرش كان موجود من زمان؟ ما كانش موجود. التحرش ابتدى يبقى حاجه جديده, ابتدى بصوره فرديه من كام سنه, بس المجتمع عشان ما اتحركش اتحول ان هو بقى على شكل جماعي. ابتدى ان هو يبتدي في الاعياد, ان هو واحد بيبدا ما حدش عمل له حاجه, خلاص ما الناس كلها تنزل في الاعياد وتتحرش عادي. فهي كل شويه بيظهر انواع عنف. هو ده هنا ده دور المجتمع. الفقر مع الجهل يعمل لك كده. الفقر مع الجهل زائد ان ما فيش دور ورقابه من الدوله على اللي بيغلط يخلي الناس تطمع انها تعمل كده. شوف اللي بيتحرش ده هنا لو راح اي بلد بره, هل يا ترى يقدر يتحرش او يعاكس؟ ما يقدرش يقرب, لانه عارف ان في عقوبه رادعه ليه. فمشكلتنا هنا في مصر ان قصه العقوبات الرادعه مش موجوده. فاللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. وفي العيد يحصل كذا فما يحصلش حاجه, في طبيعي العيد اللي بعديه فالناس تكمل. طب انت شايف بس النقطه دي قبل ما نعديها بعد اذنك يا عم, ان العقوبه الرادعه هناك بتقابل استحسان وقبول من المجتمع, الناس عايزه تنفذ
وتخاف من القانون وعندها اللي يخوفها من القانون، انت شايف ان المجتمع الشرقي قابل ان هو يطبق عليك قانون؟ احنا هنا في مصر مشكلة ان احنا بيبقى الناس بتحب تهرب من القانون، بنحب دايما محترفين تقصير القانون، بنعتبر ان الفهلوة ان انت ازاي تهربي من العقوبة وان انت تهربي من القانون، بس دي ثقافة عامة. لو احنا اتعلمنا من واحنا صغيرنا، علمنا اولادنا من واحنا صغيرين احترام القانون، ان احنا ما بنكسرش القانون، لما هيكبروا هيحترموا القانون. اما هو دلوقتي حتى العيال في المدارس ممكن قاعده بتغش، ما فيش احترام للضوابط المحطوطه. هي بقت الشطاره ازاي ناخد باسوي، ازاي ان انا اخرج من الحاجه دي باقل مجهود، الهدف ان انا ما ابذلش مجهود وان انا استريح. فواحد ماشي في الشارع هو قد يكون هو عنده مشاكل نفسيه اصلا، هو فقير جاهل يائس ملوش عنده احتماليه انه يعرف يتجوز ازاي، فهو عنده قاعد ماشي في الشارع، هو نفسه مكهور نفسيا. فهو زي ما هو مكهور نفسيا عاوز يقهر الست اللي قدامه. طيب استوديو نغم ولسه مكملين حلقتنا النهارده وبنتكلم عن العنف ضد المراه، هل هو فعلا حقيقي ولا مش حقيقي؟ بس لو ما كانش حقيقي ما كانوش عملوا له يوم عالمي، ويعني الامم المتحده قامت بذات نفسها وعملت يوم كبير. لسه برضو معنا الدكتور عمرو حسن المسؤول عن تنظيم اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه، وكنت عايز اساله ليه يوم 25 نوفمبر مبدئيا؟ يوم 25 نوفمبر ده ذكرى كان في 3 اخوات في الدومينيكان كانوا بيواجهوا ديكتاتور هناك، الديكتاتور استسهل كعاده اي ديكتاتور وراح قتلهم. فالامم المتحده قررت اليوم ده علشان ان احنا نحيي ذكراهم وتحيي اي نوع من انواع العنف اللي ممكن يمارس ضد المراه، سواء قتل او اي انواع اخرى من العنف، عشان تحارب العنف. طيب دلوقتي انا عايز اعرف تفاصيل اليوم، ايه فعالياته حقق من خلال، انا قدامي معلومه اللي قدامي بتقول انه بدا اليوم ده يحتفل بيه من سنه 1999. طيب لحد دلوقتي ايه الاهداف اللي اتحققت بالفعل؟ انت كل سنه بتتكلمي عن المشاكل، بس يمكن الحلول اكبر بكثير من ان احنا نتكلم فيها. يمكن احنا بنحاول ان احنا ننور، بس هو الحل لازم يبدا من المجتمع نفسه. الحل مش اكبر بكثير من حد يتكلم عن المشكله، هو الحل لازم تبداي مع بناتنا، لازم تبداي مع اولادنا، لان هم دولت اللي فيهم الامل. يعني هو في الاخر كلمه السر البلد دي واللي حل كل مشاكلك هو التعليم. انت ليه قلت بناتنا قبل اولادنا مع ان الموضوع كله عنف ضد المراه؟ لان انا قلت لك البنت دي لما تكبر هتبقى ايه؟ صح كده، هتبقى ام، والام تتحكم في كل حاجه. انا دايما اقول المراه عدديا نص المجتمع، بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص التاني. تمام. يعني احنا الراجل بقول ان هو وزير الماليه، بس الست هي وزيره الثقافه والصحه، هي رئيسه الوزراء، عشان كده مسمينها الحكومه. لان يعني قصدي الراجل دوره بالنسبه للمراه اقل بكتير. فانت البنت الصغيره دي لو ركزت معاها لغايه ما كبرت، لغايه ما بقت شخصيه ناجحه، لقيت معاها مكانة اجتماعية محترمة في المجتمع، هي دي اللي هتعرف تربي عيالها، سواء كانوا ولاد أو بنات. هتربي بنات صح يقدروا يتجوزوا وينقوا عرسان صح، ويقدر يربوا ولاد، الولاد دولت لما يتجوزوا يكونوا أزواج صالحين وما يعملوش أي مشاكل. فكر في أي مشكلة للست بتواجهها في مصر، اللي بيحمي الست في مصر حاجة من 3، يا إما الست يكون عندها فلوس فجوز عايش معاها عشان فلوسها، يا إما تكون عندها عيلة جامدة فجوز عايش ما يقدرش يعمل حاجة عشان عيلتها جامدة، أو الحاجة التالتة إن هي يكون عندها مكانة اجتماعية محترمة. الحاجة الوحيدة اللي بتضمن مكانة اجتماعية محترمة للست هو الشغل، والحاجة الوحيدة اللي بتضمن لها الشغل هي التعليم. الحاجتين التانيين ممكن يضيعوا في أي وقت، الفلوس والعيلة ممكن تروح في أي وقت. الحاجة الوحيدة اللي مش هتروح هو المكانة الاجتماعية، هو الشغل، هو التعليم. فأي واحد خصوصا في الأماكن العشوائيات اللي ما بيعلمش بنته أنت قضيت عليها. البنت اللي مش هتتعلم هي دي اللي هتتجوز وهي صغير، وهي اللي مش هيبقى ليها فرصه صغيره. تمام. وطبعا من ضمن التعليم ان احنا نوعيها بحقوقها وباهميه انها تبقى فاهمه كويس قوي ازاي تواجه العنف ده. احنا لسه هنكمل معاكم، مستنيين تليفوناتكم. استوديو نغم على نغم اف ام. استوديو نغم. مكملين معاكم في استوديو نغم، عمرو عصام ونهال سماح. هرجع للدكتور عمرو واساله، انت شايف ان في تواصل، الناس متواصله مع الحدث، في ناس مهتمه بيه، في ناس عندها وعي كافي؟ دي حقيقه موجوده، ووجودي هنا النهارده معاكم اصلا يقول ان في تواصل. واحب اشكر القناه طبعا، قناه نغم اف ام، ان انا موجود معاكم، لان دي فرصه ان احنا نعرف الناس وان احنا نعزم الناس ونقول لها ان في حاجه هتحصل في اليوم ده، ولازم ان احنا نزود وعي الناس. فانا رايي دايما ان ده دور الاعلام حقيقي. دور الاعلام الحقيقي هو في نشر الثقافه والتوعيه، مش دور الاعلام ان هو ينشر افكار مغلوطه. هو دور الاعلام ان احنا نحاول ان احنا نحسن الناس. ما تعرضليش حاجات
غريبة وتقول لي مثلا ده فكر الناس أو ده ذوق الناس، ما تعرض ليش مثلا أفلام ضايعة وتقول لي أصلا ذوق الناس كده. لا هو أنت دورك أن أنت تغير ذوق الناس، واللي مش عاجبه مش هيدخل والكلام اللي بتقال. لا مش اسمه كده، هو أنت دورك ودور الإعلام أن أنت تغير ذوق الناس، تخلي الناس للأحسن مش تتماشى مع ذوق الناس. طيب انا في بس يعني حاجه كده ملحوظه يعني سريعه، هي ممكن تكون ملحوظه مستفزه شويه وممكن تكون رخمه شويه، ولكن اللي انا شايفه ان من الوقت اللي بدات تظهر فيه المنظمات اللي بتدافع عن حقوق المراه بدات فعلا يبقى فيه مشكله اكبر للمراه. يعني انا شايف ان من يوم ما بدانا نتكلم ان في يعني دي ملحوظه انا لاحظتها، مش عارف ممكن تكون صح ولا لا، من يوم ما بقى في منظمات في مصر بتتكلم عن حقوق المراه بشكل اكبر بدا يبقى فيه للاسف سمعنا ان كيرف التحرش عالي شويه، سمعنا ان كيرف المشاكل زاد شويه. ليه ده بيحصل؟ لا يمكن ما بقاش ليه علاقه، بس خلينا نقول ان انت البلد هو اكيد طبعا ملوش علاقه، بس انا يعني عايز تفسير يعني البلد في اخر كام سنه الانفلات هو الانفلات في كل حاجه، انت انفلات امني وانفلات اخلاقي، فانت مشكلتك في البلد ان انت في اخر كام سنه اللي كان بيخاف من حاجه زمان ما بقاش يخاف، فده اللي بيتحرش دلوقتي ده كان غالبا كان ممكن من كام سنه خايف من البوليس، فانت ظهرت التحرش هي ليه ظهرت من اخر كام سنه؟ خايف من راجل يعدي يضربه مثلا، خايف من كده. تاني حاجه انت عندك ثقافه الاستسهال، ان انت زمان كنا نفهم ان انت الناس حتى على الاقل لو هيعاكس يبقى مش هيعاكس اللي معاه في الشارع، مش هيعاكس اللي معاه في الحاره، بنت حتته وبنت شارعه الكلام ده يمكن حتى ما بقاش موجود دلوقتي، لان انت دور المدرسه وقع خالص. فانت عندك عاملين الامن، احساس ان الناس ان الامن اضعف في كام سنه خلاهم يستسهلوا، تاني حاجه دور المدرسه وقع، فانت بقى كل واحد بيعمل اللي في مزاجه. استوديو نغم مع مي انور وعمرو عصام على نغم اف ام. حملة الأمين العام اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة يوم 25 من كل شهر، قالوا إن هيبقى اسمه اليوم البرتقالي ضمن نشاطات أخرى، واليوم ده هيتم فيه ارتداء اللون البرتقالي تضامنا مع دعواته لقضاء على العنف ضد المرأة بدون أي تحفظ أو مواربة أو تأخير. اشمعنى اللون البرتقالي؟ لا مش عارف بلوش أي دليلة يعني لا يعني هي فكرة ليه في اليوم ده مش يعني أنا مش قاصد أقول للناس ليه اللون البرتقالي تحديدا، بس الفكرة يعني عايزين نوضحها للناس أن لما أنت تبقى لابس اللون ده في اليوم ده كل الناس لما تبقى تفهموا أن اليوم الناس دي كلها متضامنة مع الفكرة وأن هم مؤمنين آه طبعا يعني بصرف النظر عن اللون الدين الجنس البلد هيفهموا أن الناس دي متضامنة مع فكرة اليوم، وكل ما العدد بيزيد كل ما بيبقى تضامن ورفض العنف ضد المرأة أكبر. طيب احنا عايزين نسأل حضرتك كمان سؤال، الناس اللي هتبقى مشاركة فيه اهتمامات من فنانين، من نوعية الناس المشاركة في الحدث؟ هو احنا ان شاء الله هيبقى معانا الفنانة بشرى، انت عارفة كانت عاملة فيلم جميل جدا اللي هو فيلم 678 يمكن اشهر فيلم كان ناقش قضية التحرش، وظن ده اول يمكن فيلم اتكلم عليه بالعنف ده وبالتفاصيل دي جوه الاتوبيس اللي بيحصل. معانا الاعلامية شريهان ابو الحسن، معانا الدكتورة ايمان بيبرز اللي هي المسؤولة عن اشوكة الشرق الاوسط، معانا دكتورة ايمان عزت عاملة حملة لتعلم أطفالنا يعني تحرش، هي دي جديدة خلي بالك أن أنت ساعات أنت ممكن بنتك في تدريب السباحة المدرب معاها يلمسها ما تبقاش فاهمة دي إيه، أو يعني بنعلم البنات بتفهتهم أكتر يعني تحرش، ويعني ممكن اللمسة دي تبقى شكلها غريبة وأن لا خلي بالك دي معناها تحرش. وفي اليوم ده هكون أنا موجود، معنا هيلقي كلمة المجلس القومي للمرأة صحفية هناء عبد الفتاح، هيدير اللقاء مذيع جميل جدا من نغم اف ام وجوه الشكر الدكتور يوسف عبدين. ودكتور يوسف كان موجود معنا الشهر اللي فات برضه في ساقية الصاوي، وبقول له انت صوتك جميل قوي طبعا زميل جميل وصوت رائع. طبعا نغم بتشارك في تغطية الحدث اعلاميا ده لاننا ضد العنف ضد المرأة. ايوه طبعا. طيب احنا كمان عايزين تسأل سؤال مهم قوي، في سؤال الحلقة كنا بنقول يا ترى العنف اللي ضد المرأة ده هو الحقيقة بس ولا في عنف ضد الرجل؟ انت شايف ان في عنف ضد الرجل في المقابل يعني؟ لا يمكن العنف اللي واضح اكتر ضد الست، لان العنف ضد الست هو متعدد، عنف بدني نفسي اقتصادي جنسي. العنف الجنسي ده يعني تحرش يعني اغتصاب، العنف البدني يعني الضرب، يعني غالبا الراجل هو اللي يضرب مراته مش يعني هتبقى لان مزاج شاذ لوي ان الست بيحصل العكس بس يعني بس لا. فعندك العنف الجنسي، عندك العنف البدني، عندك حتى العنف النفسي المعنوي. يعني الراجل لما يقعد يحقر ويقلل من شأن كل حاجه الست بتعملها، يعني حتى لو الست
عاوزه تحضر شهاده، عاوزه تحضر ماجستير دكتوراه، يعني ده موجود يمكن في ليفل في ناس اعلى منكم العنف البدني. يعني قد تكون العنف البدني ده تشوفه في ليفلز معينه من الناس، بس في ليفلز حتى الاعلى المتعلمين جدا ممكن تشوف العنف النفسي والمعنوي، ان الراجل ما يتقبلش نجاح مراته لو هي عاوزه تكمل دراستها، عاوزه تكمل في شغل، هيحبطها دايما. 105.3 رقم الاس ام اس والتليفون هو 38-35-316. ولسه مكملين حلقتنا النهارده وبنتكلم عن العنف ضد المراه واليوم العالمي لمكافحه العنف. عمرو عصام ونهال سماحة في استوديو نغم مكملين معاك، وضيفنا دكتور عمرو حسن مؤسس حملة انتي الاهم ومنظم اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة. في الفاصل احنا كنا بنتكلم في حاجة مهمة قوي يا دكتور وموضوع شائك. في ناس كتير قوي شايفة ان الخلاف واسباب الطلاق دايما بتبقى ظروف مادية او اي ظروف تانية، لكن الحاجة بتقوله دلوقتي مهمة قوي ان الناس تعرفه، ان ممكن يكون السبب خلاف وغيرة بسبب النجاح. ايه قصة بقى ادم مع حواء والنجاح؟ يمكن هما الاثنين مش قادرين يفهموا بعض. الراجل بيغير ممكن ساعات من الست لما تبقى ناجحه جدا الراجل بيغير منها، او ان الست نفسيتها ما تاهلتش ان هي لما بقت ناجحه هي ابتدت ان هي تتنطط على جوزها، ابتدت ان هي عاوزه تحسسه ان هي اعلى منها، وهو في نفس الوقت عنده غيره. فانا دايما اقول حتى كل حالات الطلاق او كل مشاكل الازواج هي اساسها كوميونيكيشن سكيلز. الناس مش عارفه تتواصل مع بعض. الراجل ممكن ازاي ما يخليش مراته ان هي تتجنن ولا عاوزه تثبت له ان هي احسن منه، وفي نفس الوقت حتى لو الست انجح من الراجل ازاي هي ما تقدرش ما توصلوش المسج ان هي لا بتتنطط عليه او ان هي انجح منه. فهي اساس كل حاجه هي كوميونيكيشن سكيلز. ازاي الناس ممكن الست تبقى انجح من جوزها مفيش مشكله بس من غير ما تحسسه، وممكن الراجل يكون انجح من مراته بكتير بس من غير ما يديها احساس بالغيره او المنافسه. هما الاثنين لو بصوا ان هما شركه واحده والشركه دي في الاخر هي للشركه لازم تكسب، اما الشركه دي مش اثنين بيتنافسوا مع بعض، هي اثنين بيكملوا بعض. هي القصه دي كمان يعني يمكن السينما كمان ناقشتها من زمان جدا، فيلم مراتي مدير عام جميل جدا، فيلم كان رائع جدا. يعني كان اتكلم في النقطه دي تحديدا والمشاكل اللي حصلت وكلامنا. خلينا نقرا شويه من الاس ام اس نشوف الناس برده رايها ايه. في حد بيقول والله انا بقول ان الزوج اللي بيعامل زوجته بقسوه وشده ينطبق عليه القول الذي يقول ان المراه لا يكرمها الا كريم ولا يهنها الا لئيم، وفي الاخر الراجل هو الخسران زي ما قال الدكتور الضيف الكريم. ده رقم اخره 41. طيب في بيقول برضو هو يعني تقريبا دي نفس الاس ام اس اللي كنت عارفين، لا يعني ده حاجه تانية. بيقول والله هذه قصه حقيقيه، في زوج اكرم زوجته جدا لدرجه انه كتب لها املاك تخصه باسمها وسدد لها اقساط بنك عشان ما تتعرضش لمسألة قانونية، وهي تعمل ولها مصروف جيب، وبعد إنجاب الأولاد وكبروا تركت بيت الزوجية والزوج والأولاد وهجرتهم جميعا، أين حقوق الرجل والأولاد؟ طب ده أول واحد شايف أن الرجل هو المقهور الحقيقي. لا هو مش شايف كده، هو يتكلم أن في أن الست لازم فعلا تكرم، لأن المفروض أن معنى أن الست بتعامل معاملة حسنة إذن الرجل كويس. وفي نفس الوقت برضه هو اتكلم عن نموذج تاني، أن في ست كانت يعني ما نقدرش نقول أن ده عنف ولكن دي ندالة. يعني لا دي ندالة بس نقول سيدنا محمد آخر وصية لي عليه الصلاة والسلام، آخر وصية لي في خطبة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، يعني آخر حاجة سيدنا محمد وصانا عليها هم الستات. لا وبعدين هو بيسال فين حقوق الرجل؟ ده معناه ان احنا محتاجين يوم عالمي لحقوق الرجل كمان؟ مش عارف. هو المشكله ان انا ما فيش راجل اقول له على اليوم ده الا ما يقول لي فين حقوقنا، يعني عاوزين يعملوا يا رجال العالم اتحدوا. طيب احنا لسه مكملين حلقتنا النهارده من استوديو نغم، هنروح نسمع الاغنيه دي، هنروح فاصل وبعدين نسمع اخر خبر ونرجع تاني نكمل حلقتنا، وهنحاول بقى ناخد تليفونات كتير بقى ونقرا اس ام اس كتير والكلام ده، فيعني خليكم معانا. رقم الاس ام اس هو 105.3 والتليفون هو 38-35. استوديو نغم على نغم اف ام. طيب هو شايف ان فعلا في عنف ضد المراه، وشايف ان من ضمن الاسباب القويه جدا في انتشار الموضوع ده هو انتشار الادمان. طيب في انت الاهم. هو خليني ارد على قصه الادمان دي حاجه. الترامادول في مصر بقى منتشر بطريقه مرعبه جدا، يعني انت ما ساعات ممكن اروح اصور في حته فتلاقي كميه الناس بتسال طب يا دكتور الترامادول، او ممكن اركب تاكسي فاول ما يعرف انها دكتور نسا يبدا يكلمني عن عبقريه الترامادول والترامادول ازاي حلو جميل. بس خلينا نبدا نفكر هي الناس بتاخد ترامادول ليه؟ يا اما عشان هو مسكن جامد جدا، او في بعض الانواع الشغل الناس لازم تبقى صاحيه فيه لفترات طويله، ممكن زي السواقين النقل، وبعد كده بتشوف الحوادث، يعني مصر رقم واحد في الحوادث عشان السواق بيبقى ضرب ترامادول ومش شايف قدامه. وفي جزء من الناس اللي بياخدوا الترامادول لاسباب جنسيه. طب هو ايه اللي عامل المشكله دي ليه اوضح في مصر؟ خلينا نقول ان الختان هو بيأثر على الست، بيخليها ما تعرفش توصل لمرحله الاشباع الجنسي. فالراجل بيجيله توهم ان هو عنده قصف مبكر. علاج القصف المبكر من حاجه كتير، بس فعلا الترامادول بيساعد في علاج
علاج القصف المبكر. فيبدا الراجل عشان يحل مشكلته يعمل ايه؟ ياخد ترامادول. بس يمكن المشكله ان هو مش هو بس اللي هيضيع نفسه، هو بعد فتره هو دماغه بقت عاليه فلازم مرات دماغه عاليه فبيديها ترامادول. انا بيجي لي في القصر العيني حوامل بيضربوا ومدمنين ترامادول. فهي طب ده البيبي هيطلع عامل ازاي في الاخر؟ ما هي بتسالني بتقول لي مكلف قوي. بتقول لي هو الجنين هيتاثر يا دكتور؟ بتريق بقول لها لما يتولد بدل ما اقول لك اديني الرضعه هيقول لك اديني الجرعه. فانت عندك انت فاكرني بهزر بس الكلام ده فعلا منتشر في مصر. متخيل الجيل اللي هيطلع للاب مدمن ترامادول والام مدمنه ترامادول واثناء الحمل بيضربوا ترامادول. فالترامادول منتشر عشان الاسباب الجنسيه، عشان الختان. يعني اول مشكله من مشاكل العنف ضد المراه هو الختان. الختان ما يخليش البنت توصل لمرحله الاشباع الجنسي، الراجل هيجي له احساس انه عنده قصف مبكر هياخد ترامادول. الختان هيخلي الواحده دايما تشتكي من احتقان في الحوض، الم في الحوض، فبعد فتره العمليه الجنسيه بالنسبه لها تبقى مؤلمه جدا فتبدا تهرب من جوزها، فجوزها يبدا يعاكس الستات والبنات في الشارع ويبدا ان هو يتحرك. فممكن تكتشف ان الختان ده هيخلي الرجاله هيدمنوا ترامادول، هيخلي الرجاله تبدا تبص بره وتتحرك بره لان هو مش سعيد في بيته. بس احنا نقول دايما ان عندك الختان بيقولوا عليه طهاره، بس معنى كده انه بيصدروا للناس فكره ان المختنه هي دي علاقه بالطهاره، بس هي ملهاش علاقه ان الواحده طاهره ولا لا. نقول ان العمليه الجنسيه او الرغبه الجنسيه اساسها هي في المخ. المخ متحكم فيها حاسه الشم، البصر، اللمس. فمش لما انا اقطع لحد الواحده العضو الاعضاء التناسليه بتاعتها هو ده اللي هيتحكم في رغبتها الجنسيه. عاوز تصلح الناس وتحكم في اعضائهم رغبتهم الجنسيه، صلح الوعاء اللي بتحطه في دماغهم. هو الدماغ هي عباره عن وعاء، مليت الوعاء صح هتكون هتقدر تتحكم. مساء الخير عليكم. بس غياب الخطاب الديني الصحيح والرقابة الصحيحة هم اللي وصلونا لكده. ده فنان رومانسي اكثر للمرأة ضلع يطلع 24 كيدهن عظيم، ده خالد المصري. رقم كمان اخره 67 بيقول العنف وسلبيات كتيرة موجودة في مجتمعنا بسببها سوء التربية وعدم المحاسبة. ما هي سوء التربية دي اللي مخليه ناس بتتعتقد في فكرة اكثر للمرأة ضلع تاني. مساء الفل يا خالد. في برضو احمد الامام بيقول مساء الخير عليكم جميعا. الترامادول كان اساسه للكبار فقط اللي هم عندهم ضعف في الجسم عموما، اما الشباب اصبح بياخد الترامادول بطريقه بشعه جدا. ده احمد الامام هو اللي بيقول كده. طيب احنا معنا تليفون. نرد على التليفون وهرجع للدكتور بسؤال في المسج دي. الو الو محمد، واضح يا محمد. طيب اسالك بقى دكتور السؤال في المسج دي، ليه هو رساله وبتقول ان ادم شايف انها لازم يتكسر لها ضلع، ليه بقى؟ ليه السلبيات دي؟ السلبيات دي عشان ما لقاش حد يزرع في دماغه. هو المخ ده وعاء، انا مليت الوعاء ايه؟ مامته وباباه ما عرفوش يحطوا في الوعاء احترام قيمه المراه، إيه اهميتها في المجتمع. فانا دايما اللي هيكون مقتنع باهميه العنف ثقي تماما ان هو قد يكون شاف باباه بيضرب مامته فتربى جوه الصوره الذهنيه جواه ان الراجل ينفع يضرب الست، شاف ان بابا ينفع يضرب مامته، شاف ان بابا بيضرب البنات الصغيرين، فبقى حاجه عاديه ان الراجل يضرب الست، فبقى مقتنع انك ايه في اي مشكله لما تكسر لها ضلع. بينما لو الحاجات دي هو ما شافهاش في البيت اصلا عمر ما هيعرف يعملها. مين يقدم بديل بدل اكسر ضلع لوقت مختلف؟ ايه البديل؟ البديل هو الحوار يعني، وثقافه الحوار وان احنا نحترم بعض، ولو في الاخر الجواز مش نافع يتطلقوا. طيب سريعا جدا عشان وقت الحلقه خلاص بينتهي، يعني عايزين نعرف بسرعه قوي كده ايه اهم اهداف اليوم ده، عايزين تخرجوا من اليوم ده بايه؟ عشان اللينك اللي جاي نتكلم عن حمله انت الاهم. اليوم عاوزين نتكلم على كل مشاكل وانواع العنف اللي بتتعرض لها المراه. يعني انا اقول ان العنف هو عنف بدني نفسي اجتماعي اقتصادي. العنف البدني يعني ان الراجل يضرب مراته، العنف النفسي يعني ان هو يهينها ويقلل من شانها، عنف اقتصادي ان هو قد يكون ما يرضاش ان هو يصرف في البيت اصلا، عنف جنسي يعني زي تحرش او اغتصاب. هنحاول ان احنا نلقي الضوء على كل المشاكل دي، نحاول ان احنا نوصل لتوصيات قد نقدمها للبلد ان احنا اللي احنا محتاجينه عشان نفسنا في يوم من الايام ما نتكلمش عن الماضي دي اصلا. رجعنا لكم في اللينك الاخير من استوديو نغم، معاكم عمرو عصام ونيهال سماحه، وضيفنا في الاستوديو دكتور عمرو اللي بنتكلم معاه على حمله انت الاهم ودورها في توعيه المراه يا دكتور بالعنف اللي بتواجهه. بس هو الاهم ان انت لازم توريني نماذج نسائيه ناجحه بجد، مش ناجحه في الرقص، لا ناجحه بجد، عملت حاجه للبلد، اضافت قيمه للبلد، اضافت حاجه في العلم والعمل. تاني حاجه ان احنا بنحاول نحارب كل صور وانواع العنف، كل انواع التمييز، العنف الاسري اللي ممكن نتعرض له.
رفع الثقافة الطبية. انت عندك في مصر مشكلتك الحقيقية ان الثقافة الطبية ضعيفة جدا. يعني فكرة انت الاهم يمكن بدأت معايا من 2006 لما كنت نايب نصف الاصلعيني، كنت تشوفي ازاي الفقر والجهل ممكن يعمل لك مشاكل. تلاقي بنت عندها 16 سنة وهي حامل وتلاقيها جاية بتتشنج، فتسألي امها هي مالها عاملة كده ليه، تقول لك اصل يا دكتور والله كانت كويسة وفجأة تشنجت. تكتشف ان هي عمرها على مدار الحمل عمرها ما قست ضغطها، فجالها حاجة اسمها تسمم حمل، فجالها نزيف في المخ، وقد تموت ان هي بنت عندها 16 سنة. ممكن تجيلك واحدة هتخش تعمل عمليات، لما اصلاح ضغطها نكتشف ان ضغطها عالي وما ينفعش تعمل عملية. فلما تقول لها انت مريضة ضغط تقول لك لا دكتور انا كويسة انا بس ضغطي عالي لما شفتكم. فتكتشف ان هي لا هي عمرها ما قست ضغطها. فانت عندك الثقافة والتوعية ناقصين. فابتدينا من سنة ونص في ساقية الصاوي كل شهر بنحاول نعمل حاجة نرفع بيها الوعي والثقافة. بس بعد فترة اكتشفت ان انا لوحدي مش هينفع، فابتدي يبقى معايا دكاترة من كل التخصصات. بعد كده اكتشفت حاجة تانية، ان انت سلعة التوعية الصحية ضعيفة جدا في مصر. ان انا لما اقول للوحدة تعالى احضر اسمعي حاجة عن معلومات طبية وصحية عن معلومات عن صحتك مش هترضى. فاكتشفنا ان احنا لازم يبقى معانا نجوم من نجوم المجتمع، فنانات جمال يكونوا موجودين معنا عشان نقدر نشد الناس، واقدر من خلال النجوم دي اوصل رسائل انا اقدر اوصلها للمجتمع. فانتي الاهم على مدار كل شهر في ساقية الصاوي بنحاول نعمل حاجة توعية. فاحنا انا اشكركم النهارده على وجودي جدا، وكان شكرا جدا. انا اللي عايز اشكرك، انا اشكرك جدا على وجودي، وبعزمكم ان شاء الله تبقوا موجودين معنا يوم الثلاثاء ان شاء الله. انا اللي عايزه بس اوجه شكر لزميلنا الدكتور يوسف عبدين، هو بصراحه خلانا ننتبه لحاجه مهمه قوي زي كده، وهو مشارك كممثل عن نغم في تغطيه الحدث دوت. في نفس الوقت عايزه اشكر دكتور عمرو حسن مؤسس حمله انتي الاهم ومنظم اليوم العالمي ضد العنف ضد المراه. بقول للناس يا جماعه ما تنسوش تلبسوا برتقاني في اليوم ده عشان تقولوا ان انتوا ضد العنف. بقول لكل الستات اللي ما اتصلوش لان كل المكالمات النهارده كانت رجاله بس، افتكروا ان انتوا الاهم. طيب انا طبعا بشكرك مره تانية على وجودك معنا هنا، نورتنا جدا، والحلقه الحمد لله كانت حلقه كويسه جدا. وكنا بنتكلم النهارده على موضوع خطير جدا اللي هو موضوع العنف ضد المراه. احنا بنتكلم كتير قوي، ولكن احنا فعلا محتاجين نشوف نتائج بقى على الارض. احنا لازم زي ما في ناس بتاخد المبادره ان هي تعمل حملات توعويه تتكلم وتقول، لازم احنا كمان نكون نسبه ان احنا بني ادمين وقابلين لان احنا نسمع ونفهم ونمارس ونطبق اللي مطلوب مننا. كنا معكم النهاردة على مدار الساعتين من الساعة 3 للساعة 5، نهل سماحة وعمر عصام. استنونا بكرة إن شاء الله من الساعة 3 للساعة 5 وحلقة جديدة.